الزكاة تنقسم إلى قسمين، زكاة فرض وزكاة نفل. زكاة الفرض تنقسم إلى قسمين، زكاة بدن وهي زكاة الفطر، الزكاة التي تدفع في آخر يوم من رمضان، صاعا من طعام يعني تقريبا 3 كيلو جرام من الرز عن كل مسلم. نعم. القسم الثاني من الزكاة الواجبة زكاة المال، الأموال التي تجب فيها الزكاة 4. الأول النقدين الذهب والفضة والعملات الورقية الدولار اليورو الروبية. إذا مر عليها سنة كاملة تقسم المبلغ الموجود عندك بالآلة الحاسبة على 40، قسمة 40 الناتج هو مقدار الزكاة. نعم. الثاني من الواجب في الزكاة الواجبة السائمة من بهيمة الأنعام، يعني الإبل والبقر والغنم، إذا كانت تذهب وترعى لا تشتري لها علف أكثر السنة أو كل السنة. إبل وبقر وغنم، إذا كان عند إنسان نوع من هذه الأنواع الثلاثة وكانت هي تذهب لا يشتري لها علف وتأكل كل العام أو أكثر عام فيها الزكاة. نعم. كذلك الخارج من الأرض فقط الحبوب والثمار، الحبوب مثل القمح والثمار مثل التمر. نعم. أما الخضروات الفواكه ليس فيها زكاة. نعم. الرابع من أنواع الزكاة الواجبة عروض التجارة، كل ما أعد للبيع والشراء والتجارة، مثل عندهم مثلا سوبر ماركت يبيع فيه المواد الغذائية أو مواد البناء أو الملابس. نعم. الزكاة تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الأصناف الثمانية.